مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة، ما زلنا معكم في الحدث الأكبر والأهم COP27، القمة السنوية التي يحضرها أكثر من 197 دولة هنا في مدينة شرم الشيخ من أجل مناقشة قضايا تغير المناخ. كاميرا الحياة اليوم هتاخدكم في جولة حول العالم، ولكن على أرض واحدة وهي أرض مصر، لمعرفة آراء المشاركين وما تقدمه هذه الدول لمواجهة قضايا تغير المناخ. نشكر جمهورية مصر العربية على إدارة المؤتمر هذا. هذا مؤتمر عالمي، وبالتالي حقيقة كفرصة لأول دولة عربية أن تعد المؤتمر هذا. هذه تضعنا أمام مسؤوليات كثيرة، المسؤوليات من ضمنها على سبيل المثال أتكلم على موضوع التغيرات المناخية، التحديات اللي تواجهنا، أوكي، موضوع الطاقة، أوكي، كيفية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الانبعاثات. فهذا بشكل عام التوجه من خلال يعني التغيرات المناخية، جميع المؤتمرات هذا توجه وجود حلول طويلة المدى، أوكي، والسعي للاستدامة. هذه النسخة من مؤتمر كوب هي نوع من أنواع التحدي. إن مؤتمر المناخ COP26 العام الماضي خرج بتوصيات للدول بانخفاض نسبة الانبعاثات الكربونية 1.5 درجة. أعتقد أن كوب هذا العام أمام تحدي كبير لجميع الدول، لأن لابد من التنفيذ، ونعلم أن هناك بالفعل عدد من الدول اتخذت خطواتها لتقليل الانبعاثات، وأعتقد أن البشر عليهم العمل بجد بشكل كبير للوصول إلى الانخفاض بنسبة 1.5 درجة. إنها المرة الأولى لي في حضور مؤتمرات المناخ. أعتقد أن الجميع يعمل على قدم وساق، وأنا أتيت إلى هنا من أجل التطلع على جهود الدول المحيطة وأرى اهتمامات البشر للعمل، فأنا أتطلع إلى ما يحدث اليوم وما سوف يحدث الأسبوع المقبل. انطباعي عن هذا المؤتمر هو انطباع رائع، حيث الأعداد الكبيرة من المشاركين هنا، ليس فقط العدد الكبير من المشاركين، ولكن الأهم هو الفعاليات والقرارات، وأن تفعيل هذه القرارات التي اتخذت هنا سوف تحقق الفارق. مسألة التغير المناخي شديدة الحساسية، وعلينا جميعا أخذها بصورة جدية، خاصة في مجال تحول الطاقة والإصرار في خطوات التنفيذ. انطباعي هو أن هذا المؤتمر هو أكثر من رائع. حدث ما بيحصلش غير سنين، ومصر ما شاء الله كانت جاهزة فيه كويس جدا، ويعني ناحية علمية ومنطقة علمي هايل بصراحة، لأن في بيناقشوا موضوع البيئة وأهمية موضوع البيئة بشكل هايل بجميع التجمعات، والعالم كله جاي عندنا، دي لوحدها لها معنى كبير جدا، يعني معنى طبعا علمي كبير ان مصر بتستضيف حاجه زي كده، معنى امني، معنى كمان ان مصر يعني تقدر تستفيد وتستضيف احداث كبيره جدا زي دي. انا سعيد لان المؤتمر اقيم في دوله عربيه، دوله افريقيه، انا اصلا من المغرب، فهذا شرف لي. فالقمه مرت في ظروف كويسه، وكذلك جميع التجهيزات تلبي رغبات جميع الحاضرين هنا، وقد علمت أنك رقم المشاركين كان رقم عالي جدا، وهذا شيء ينسب إلى دقة التحضير. بالنسبة لنا كاتحاد أوروبي هو مؤتمر شديد الأهمية، يشارك اثنان من الرؤساء الاتحاد الأوروبي هنا والعديد من مفوضي الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوعين. نرى أن هذا التجمع هام جدا للحديث عن تنفيذ الاتفاقات السابقة، وبالطبع إضافة اتفاقات أخرى على الأجندة. بصفة عامة لدينا توقعات كبيرة بأن المجتمع الدولي سوف يلزم نفسه بالاستمرار في تنفيذ التعهدات التي تم الاتفاق بشأنها في مؤتمرات المناخ السابقة.